برنامج أصوات، برنامج بسيط لكن فيه عمق. اهلا وسهلا، اليوم ثاني يوم تصوير برنامج أصوات. التصوير الحمد لله سموت، خلصنا 5 حلقات كومبليتلي. أصوات الفلاسفة والمفكرين والخبراء، وأيضا فيها بساطة مسلية شوي. برنامج أصوات واحد من أمتع البرامج اللي أنا اشتغلت عليه. اليوم السادس الأخير في برنامج أصوات. الحمد لله كان تصوير جميل جدا، وايد ممتع، من أكثر السيتس اللي ارتحت فيهم، ومستمتع جدا بالزوايا والإضاءة والهيز اللي لعوزنا وايد. إن شاء الله بتشوفونه في المباراة. ما كنت صريح معاكم، أنا اشتغلت في مصر أماكن كثيرة. Literally, this is the best team I worked with في حياتي كلها.